كل ما تبدا فما مبادره جميله من نجم كان نثمنها، والمره هذه المبادره في علاقه بصحه المراه الريفيه. حسن صباح النور، صباح الفل. صباح الخير إناس، تحية إلى كل السادة المشاهدين مباشرة من ساقية سيدي يوسف الساقية الشهيدة على حدود التونسية الجزائرية. أنت تحدثت منذ قليل على التشاركية وعلى المجتمع المدني ودوره الفعال في النهوض بتونس. الأكيد أنه زاد اليوم مبادرة من المجتمع المدني من جمعية جسور المواطنة باش نقفوا عندها اليوم، اللي هي ساحة المرأة بساقية سيدي يوسف، اللي هي أولى المشاريع اللي تحطها جمعية جسور المواطنة على أرض الواقع. أكيد هذه الساحة عندها دور اجتماعي، دور نسوي، ودور زاد بيئي. باش نتحدث على أهمية المشروع هذا وعلى المشروع هذا ككل مع السيدة أمال عربيوي رئيسة جمعية جسور المواطنة. سيدة أمال اللي رحبوا بها مباشرة على التلفزة الوطنية التونسية. سيدة أمال، الأكيد اليوم أول المشاريع اللي راء النور في ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية واللي تقوموا بها كجمعية جسور المواطنة، اللي هي ساحة المرأة بساقية سيدي يوسف في إطار شراكة مع البلديات، بلدية ساقية سيدي يوسف اليوم اللي عاونتكم برشا في وضع الساحة هذه. شكرا تسعة، مرحبا بكل متتبعي تلفزة الوطنية. شكرا على هذه المرافقة الصباحية على الحدود التونسية الجزائرية بساقية سيدي يوسف. اليوم نحن ندخل سياق الحصاد نوعا ما في مشروع الميزانية الداعمة للمساواة، مشروع امتد على امتداد سنة تمتع به ستة بلديات، أربعة من ولاية الكيف واثنين من ولاية سليانة، اللي نوجه لهم الستة التحية. وخليني نبدأ بتحية بلدية الساقية اللي تفاعلت معنا إيجابيا على امتداد سنة. كانت تخلتها دورات تكوينية في الميزانية الداعمة للمساواة. الحقيقة وقفنا على كل التفاصيل لبناء هذه الميزانية. اليوم احنا في سياق ممارسة جيدة، يعني لبون براتيك. من بين لبون براتيك ندشن ستة فضاءات، فضاءات هذوما اسمهم فضاءات للمرأة، فضاء للراحة نسبية للنساء في الجهات هذوما، فضاء للتحسيس لأنه خلفنا ثم اللافتة نتاع مساحة المرأة أو ساحة المرأة، اللي فيه تحسيس بقانون 58 لمناهضة كل أشكال العنف، اللي فيه جملة من الأرقام اللي تنجم تعتمدهم النساء في الجهة للولوج للعدالة ولا للولوج أيضا لبناء مشروعها الخاص. فهي الخدمات اللي تتقدم للنساء، كما نلقوا رقم المندوبية المرأة نلقوا رقم الأخضر لوزارة المرأة، كما نلقوا رقم المندوبية الفلاحة وكيفية اتصال لبناء مشروعها الخاص. فأحنا نخزل هوني للمرأة في السياق نتاع الميزانيات على أنها موجودة بشكل أفقي في كل المجالات، وعلى هذاك الساحة نتاعنا تطل على مدينة الساقية من كل جوانبها. الحقيقة تتوسط المدينة، لأن احنا ندعو النساء في الساقية لأنهم يتمتعوا بالفضاء هذايا، يتمتعوا به كفضاء تحسيسي، يتمتعوا به غدوة كفضاء لعرض منتوجاتهم زادة اللي ينجموا يلجوها في ديارهم وينجموا يعرضوها وينجموا يسوقوها. مشروعنا هذايا بدعم المنظمة الدولية النسوية المرأة للمرأة الجفينة تلجفينة. من نجم كان نحيي كل شركائنا المحليين والدوليين، من نجم كان نحيي التلفزة الوطنية اللي مرافقتنا هذا الصباح، ومن نجم كان نحيي النساء في الجهة هذه. سيدة أمال، توا اليوم نشوفوا على أرض الواقع ساحة المرأة بساقية سيدي يوسف، وإحنا أكيد ورانا اللافتة اللي هي فيها أهم النقاط نتاع القانون 58 وأهم ربما اللي تحتاجه المرأة على الأقل كبداية. شنو البلديات الأخرى اللي إن شاء الله باش تكون فيها ساحة مماثلة في الشمال الغربي؟ عنا بلدية الدهباني، وعنا بلدية زعفران، وعنا بلدية الكيف المدينة، وعنا بلدية سليانة، وعنا بلدية قعفور. وفي كل بلدية ثم مساحة وساحة للمرأة،
ساحة للمرأة فيها التحسيس، ساحة للمرأة فيها الترهيد، ساحة للمرأة فيها أنه النساء هذوما راهم هما المنتجات في الفلاحة والمنتجات في الجهات هذية والداعمات للاقتصاد نتاع البلاد، فبالتالي ضروري جدا أن ننتبه لهم وننتبه لحقوقهم وننتبه لأن ننهض كل أشكال العنف. ومرة أخرى من جمعية جسور المواطنة نقول لكم تحية كل فريق جمعية جسور المواطنة. شكرا لك سيدة أمال العربيوي رئيس جمعية جسور المواطنة على هذه البادرة، ونحن بيدنا نشكركم كذلك ويعطيكم الصحة على هذه البادرة البادرة، بادرة بيئية، بادرة نسوية، بادرة اجتماعية. وهو ربما بعض الصور اللي تأتيكم مباشرة من ساقيت سيد يوسف، فضاء أو ساحة المرأة بساقيت سيد يوسف في حلة جديدة بفضل تدخلات جمعية جسور المواطنة اللي نحيوها مرة أخرى. شكرا لك زميلي حسن الكريمي، مشكورين كل الزملاء اللي دخلوا معنا وتكون عندنا المعلومه المحينه في وقتها تتعدى معنا وتكون عندنا اصداء الجهات. مشكور مره اخرى كل الفريق المرافق لك حسن، مشكور مره اخرى.